مين فينا ما عندوش طموح وحاجات نفسه يحققها في حياته؟ أنا من أكتر الناس اللي عندي آمال وطموح ودعاوي بدعيها لربنا علشان ينفذها لي، ودايما كنت بشوف إنه من حقي إنه أدعي بأي حاجة، لأنه الطمع في ربنا مش غلط. ولكن لما بدأت أكبر لقيت إنه في ضمن دعواتي كتير قوي إنه يحقق لي ويجيب لي ويخليني أعمل كذا ويبقى عندي مش عارف فلوس لكذا، لقيت إني ما دعيتش بحاجة مهمة جدا هي السلامة. حسيت إني محتاج السلامة أكتر ما محتاج أي حاجة، أيا كانت الحاجات المادية، محتاج أعيش في سلام، محتاج أكون عايش في سلامة، مطمئن ومرتاح. وأعتقد إن دي لو اتحقق لي كل اللي أنا بتمناه وما تحقق ليش السلامة فملهاش أي لازمة. وكمان لقيت إن السلامة فيها كذا جانب، هي مش السلامة بس، لأ ده فيه سلامة، مثلا سلامة البدن اللي لو إيه اتحقق لك ولو كل الحاجات اللي في الدنيا جات لك، لو ربنا ما رزقكش بسلامة البدن فملهاش أي قيمة إنك يكون عندك الدنيا كلها وإنت مش قادر تقف على طولك كده أو تقف على حيلك علشان تستمتع. وفكرت زيادة لقيت إنه فيه حاجات أخرى مهمة جداً زي سلامة الفكر، لأنه ممكن ربنا يحقق لك كل اللي بتحلم بيه لكن بالك ما يبقاش مرتاح، تبقى فيه حاجة شغلاك ومش فارق معاك ايا كان من يكن واي شيء في الدنيا بيجرالك، فانت في حاجه ناقصاك جوه بالك وممكن تكون انت نفسك مش عارفها لكن بالك مش مرتاح. واهم من كل ده اكتشفت ان في حاجه غاليه جدا وهي اللي لازم اي بني ادم يتمناها ويطلبها من ربنا، وهي سلامه القلب. اكتشفت ده لما لقيت ايه قريتها، مع إني قريتها 10,000 مرة لكن في المرة دي فكرت فيها. الآية دي بتقول إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب إيه دخله بالقصة؟ المفترض إنه يكون أو المتخيله إنه يكون العقل السليم، لأن هو اللي بيختار، هو اللي بيسوقنا إلى إننا نتصرف صح ونتصرف غلط. لغاية لما اكتشفت إنه الحقيقة إن إحنا فاهمين غلط خالص. الحقيقة إن عقلك ملوش أي علاقة باختياراتك. الحقيقة إنه عقلك ملوش علاقة مش بس باختياراتك، ده ملوش علاقة بأفكارك. فبكل بساطة هقولك إنه عقلك ليس له أي صفة في اختياراتك. أنت عقلك مش هو اللي بيعقل. وإن كنت شايف إن الكلام ده غلط تعال معايا نشوف ربنا بيقول إيه. تتخيل إنه كلمة عقل، عقل اللي هو العقل بتاعك، لم تذكر في القرآن مرة واحدة، وكلمة قلب ومشتقاتها ذكرت أكتر من 80 مرة في القرآن. طيب هتقول لي لا ما هو ذكر يعقلون وما هو ده مبني على العقل. أيوة مين قالك إنه ده مبني على العقل؟ أنا كنت بقول كده لغاية لما لقيت الدليل قدامي واضح وضوح الشمس. هو صدمني زي ما أعتقد أنه هيصدمك جدا. ربنا بيقول في كتابه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ده أنت لو فكرت فيها للحظة هتلاقي إنه بيقول لك قلبك هو اللي بيفكر، قلبك هو اللي بيعقل، ومفيش دليل أقوى من كده. وأرجع للغة علشان أعرف، لقيت إنه كلمة قلب بيقصد بيها في اللغة إنه باطن الأشياء، يعني البلحة قلبها النواة بتاعتها، اللي مش عارف الفاكهة قلبها اللي هي الداخل الباطن بتاعها. فقلب الشيء هو ما هو بباطنه، هو ده قلب الشيء. فلعل ربنا يقصد عقلنا اللي في قلبنا أو يعني ده القلب. واكتشفت ان حتى ده مش حقيقي، لانه في نفس الآية ربنا حب يفسر علشان اللي ما ياخدش باله تبقى في وشه وتبقى قدام عينيه. الآية نفسها تكملتها
أو الآية نفسها كلها كده من أولها لآخرها بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى كمان حدد لك فين قلبك، حتى كمان علشان لو واحد تخيل إنه فهم غلط، القلوب التي في الصدور يعني اللي جوه صدرك اللي انت عارفه ده. وده خلاني أدور كمان أكتر وأكتر في إنه لازم أعرف يا رب أنا كده عقلي إيه دخله؟ عقلك ملوش أي علاقة بالموضوع، أنت اللي فاهم غلط. عقلك ليس له صفة إلا إنه وزير ياخد الأوردرات من القلب ويروح علشان ينفذها، ياخد الأوردرات من القلب ويبعت بقى للإيد علشان تضرب، يبعت للرجل علشان تخطي، يبعت علشان مش عارف إيه، يبعت إشارات. لكن مين اللي بياخد القرار؟ قلبك. مين اللي بيقرر؟ قلبك. طب بلاش، أنا أعرف إنه الإنسان بيخاف أو بيطمئن المشاعر دي من العقل، لا. فيقوم ربنا يقول لك ألا بذكر الله تطمئن إيه؟ إيه ده؟ ده مش العقول، ده القلوب. إحنا نعرف إنه العقل هو اللي لما بني آدم بيبقى مقفل دماغه بيقفل دماغه، صح؟ يقوم ربنا رادد عليك علشان يحطها لك برضو أمام عينك تفضل علامة طول حياتك. أم على قلوب أقفالها؟ يعني القلوب هي اللي بتتقفل مش الإمخاخ. أنت قلبك هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل اختياراتك وفي كل قراراتك في حياتك. أنت عقلك ليس له أي صفة أمام قلبك، أنت قلبك صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. ارجع لكل حاجة قصت قلوبهم ما قصاش عقلهم، مع إن إحنا فاهمين إن العقل اللي بيقسى. الراجل ده مخه قفل، لا قلبه اللي قفل. الراجل ده بيقسى على أولاده، لا قلبه اللي قاسي. وربنا مثل قسوة القلب بإنها أشد من الحجارة. طب ليه يا رب ما قلتش قسوة العقل؟ العقل ملوش دخل، العقل ملوش أي دخل، العقل بياخد الأوردر ثم يروح ينفذه. حاجة على عكس ما احنا فهمناها في العلم وعلى عكس ما احنا فهمناها إنه الموضوع قصة عقل، إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحقق قوي 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 الحتة دي ويأكدها. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى أكيد إيه؟ العقل؟ لا، ألا وهي القلب. طب العقل مكانه إيه؟ طب العقل يا جماعة اللي إحنا بنفكر بيه؟ لا، الحقيقة إنه القلب اللي كل حاجة بتدور حواليه من قسوة ولين، اطمئنان وخوف، تقفيلة وتفتيحة، إنه إنسان يبقى بيطمئن وبيخاف. سنلقي في قلوب، تخيل يعني الإلقاء لما ربنا بيقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في إيه أكتر من كده؟ علشان كده بنشوف ناس متحجر وناشف ومش عارف إيه وبتاع، قلبه ناشف. بتشوف ناس مترددة ومش القلب هو المتردد. بتشوف واحد مش قادر يمسك نفسه ودايما يعمل مش عارف إيه، قلبه هو اللي ضعيف. كل ده أمراض القلب. فأعرف أو تعرف قيمة كلمة سلامة القلب لما تعرف حقيقة قيمة القلب جواك. لما تعرف أداء القلب عندك إيه هتعرف قيمة كلمة سلامة القلب. ومن اللحظة دي أنت مسؤول عن تصرفات قلبك وأدائه في حياتك. من اللحظة دي انسى القصة بتاعت عقلك واعرف أنه أنت مسؤول عن سلامة قلبك. وأنا لما بقولك سلامة قلبك اعرف انه سلامة افكارك، سلامة قراراتك، سلامة اختياراتك في الدنيا، كل ده جوه قلبك. طب اذا كنت مسؤول عن سلامة قلبك احققها ازاي دي؟ سلامة القلب تتحقق باربع حاجات. اذا حفظتهم ومشيت عليهم في حياتك تحقق سلامة القلب. اول حاجة إنك تخلي الدنيا بره قلبك، تخلي الدنيا على باب قلبك من بره. أنت هتعيش وأنت هتحس وهتشعر وهتجري في الأمور الحياتية اللي أنت عايش فيها، ولكن خلي الدنيا على باب قلبك من بره.
ما تتعلقش بحاجة قوي، وتعرف إنه قلبك الحتة دي براه، تعرف إن الدنيا كلها برا قلبك، فتبقى ما بتتأثرش قوي بكل حاجة، فتبقى مطمئن ومخلي كل الدنيا على باب قلبك من برا. ده رقم واحد. رقم اتنين، إنك تسامح الكل، وهنا بتحصل صفاء القلب، سلامة القلب، إنك تسامح الكل. أنا عارف إنك عندك ناس أذوك وظلموك وتعبوك وكانوا سبب في أذية كبيرة جدا في حياتك، ومظلوم وعارف إنك مظلوم وليك حق قوي جدا ومستني من ربنا العوض، بس أنا عايزك تسامح الكل علشان توصل لسلامة القلب. وعلى فكرة مسامحتك للكل لن تؤثر أبدا في حقك، أقسم بالله هيجيلك والله العظيم. ما شفت بني آدم سامح في حقه وسابه إلا وربنا جابهوله، يمكن أكتر من اللي قاعد يتفرج عليه، يمكن أكتر من اللي قاعد مراقب، والله العظيم أنا ما شفت. لأنه القائم على القائم على رد المظلمة مش أنت، مش أنت ومش أي بني آدم، وما تسعاش أنك تجيب مظلمة، لأنه ربنا ما هو ثقتك في وجود الله بيطمنك قوي. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة وبيقول لهم أنه هيعدي دلوقتي واحد من أهل الجنة، فحد قرر أنه يشوف هو بيعمل إيه، إيه اللي هو بيعمله يخليه من أهل الجنة. فراقبه لقاه بيصلي عادي خالص، قاعد يمشي وراه يشوفه بيعمل إيه، ما بيعملش حاجة خالص. فسأله، أنا تعبت أصلي من التفكير، فأنا بسألك بكل صراحة، أنت إيه اللي بتعمله زيادة علشان تتسمى من أهل الجنة؟ قالوا أنا ما بعملش حاجة إلا إن أنا لما بروح أنام مش شايل حاجة من حد، مفيش في قلبي حاجة من حد. ودي مرحلة إذا وصلها الإنسان يسلم قلبه ويصح ويصفو قلبه. الناس مليانة ظلمات، الناس مليانة أحقاد وأغلال وحاجات سيئة جدا وسلبية جدا، وأنا أشفق على كتير إنه غصب عنه حاسس بده، ولكن اللي في إيدك إنك تصفي أيا كان ليك إيه، ليك إيه عند مين. خلاص أنا عشان خاطر ربنا أنا مصفي كل حاجة، واللي ظلمني ربنا يتولاه. فلو في حد أنت محمل منه بشيء سامحه لوجه الله، لجل إنه ربنا يعليك درجة وتبقى صاحب قلب سليم، وتسيبه لربه، لأنه ربنا أصلاً مش هيسيب. يعني ربنا أصلاً واعد المظلوم إنه يجيب له حقه، حتى لو قال يا رب خلاص أنا هيجيب لك حقك، مش هيسيبك. فاللي واثق من وجود ربنا واثق من إنه سواء أنا سمحت أو ما سمحتش، حقي عند صاحب الحق، صاحب الحق بيراقب. فإن كنت بتعتمد على الحقوق إنها تيجي من البشر، فالبشر بينسوا، والبشر بيركنوا الحاجات على جنب، والبشر أحياناً بيسقطوا حاجات كتيرة جداً، لكن ربنا يعلم خائنة الأعين. الحاجة التالتة اللي ممكن توصل البني آدم لسلامة القلب هي التسليم. وبعيداً عن كل اللي قلناه، التسليم شيء بيحصل بالتدريب، إن إحنا كلنا مسلمين وبنقول الحمد لله وتمام، لكن التسليم، فعل التسليم، أنا هقولك علشان تبسطه على نفسك، إحنا كلمة تسليم هو تسليم شيء لحد، إنك كأنك معاك بضاعة ودي تسليم البضاعة، يعني كلمة تسليم هي تسليم شيء من حد لحد، أو في مكان التسليم هو المكان اللي هيحصل فيه إنك بتسلم حد حاجة. وهي دي حقيقة التسليم، إنك كل ما هو في مستقبلك بتشيله من على ظهرك وتديه لربنا، يتحمله ربنا، يكون ربنا هو المسؤول عنه، يكون ربنا ليه الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وأنا كده كده موافق يا رب، اللي أنت شايفه نفذه يا رب، أنا موافق. لأنه اوعى تفتكر أنه أمرك بإيد فلان
ولا امرك بايد الشخص اللي متجوزاه فهو يقول يمين تيجي مش عارف يقول لا، احنا كلنا امرنا مش بايد حد، حتى وان ظهر انه بايد فلان هو مش بايد حد، هو ربنا مخليه دلوقتي في ايد حد علشان ينفذ ربنا اداؤه فيك عن طريق حد. علشان كده الحديث واضح وصريح، الظالم سيف الله في الارض، لانه بينفذ امور ربنا امر بيها. اوعى تكون فاكر ان انت اتظلمت من ورا ربنا، اوعى تكون فاكر ان انت لما حصل لك الازمه حصلت لك من غير ما ربنا ياخد باله، لا، ربنا عارف كل حاجه وامر بكل حاجه. حط قدامك ايه تفضل صريحه كده قدام عينيك، اول ما يحصل اي شيء، حد اتقصدك في حاجه، حد اذاك، مش عارف عمل مين عمل ايه، اخوك اكل ميراثك، اختك مش عارف ايه كلت، مش عارف حد اكل حقك، حصل ظلم، كل ده حط قدامك آية إليه يرجع الأمر كله على طول. مفيش حاجة حصلت من غير إذن ربنا، مفيش ظالم ظلم غير بإذن من ربنا، مفيش حرامي سرق غير بإذن من ربنا، مفيش واحد عمل حاجة وحشة غير بإذن من ربنا. ربنا عايز ده يحصل فيك أنت طول ما أنت مالكش يد، أما لو ليك يد يبقى أنت المسؤول. وهنا نيجي للأمر رقم 4، وهو أهم حاجة في سلامة القلب. تأتي سلامة القلب حينما تصل إلى صحة البصيرة اللي ربنا قال عليها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا مش بيتكلم على عمى العينين، ربنا بيتكلم على عمل قلب. وعمل قلب علشان يكون واضح قدامك من اللحظة دي، أنا هقوله لك بكل صراحة علشان تعرف قدامك الراجل ده أعمل قلب والراجل ده قلبه بيشوف، الراجل ده أعمل قلب والراجل ده بصير عنده بصيرة، علشان تعرف تفرق ما بينهم وتعرف إذا كنت أنت أصلا من اللي ربنا سماهم بقلب سليم ولا عندك عطب في قلبك ومحتاج يتصلح وما فيهاش عيب، كلنا محتاجين نتصلح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني تخيل لما البصيرة تتقفل عن الإنسان فيظلم ويقول يا رب الحمد لله أنك وفقتني إن أعمل العمل اللي عملته، فيأذي حد قدامه ويقول يا رب الحمد لله يا رب وفقتني إن أعمل العمل ده علشان ده صح يا رب. تخيل إنه يوصل الإنسان من عمل قلب إنه يعمل الغلط ويحمد ربنا إنه وفقه إنه عمله، إنه يعمل الأذية إنه يسرق أو ينهب ويقول يا رب ده الصح. علشان كده ربنا سماهم الأخسرين أعمالا مش الخاسرين، ده في خاسر وفي الأخسر. أكتر الناس خسارة اللي إحنا كل صلواتنا بنقول ولا تضلين يا رب، يا رب ولا تضلين، يا رب ما تخليش قلبي معمي، يا رب ما تخليش قراراتي مبنية على حاجات غلط الناس كلها تكون شايفة وبتقول له يا حبيب قلبي اللي انت بتعمله ده لا اللي انا بعمله هو الصح، يا ابني يا حبيبي انت كده بتأذي لا اللي انا بعمله ده هو عين العقل. هي دي عمل قلب، اللي عمرك ما هيبقى قلبك سليم طول ما انت شايف الصح غلط والغلط صح. وهنا أسوأ حاجة تصيب القلب العمى، انقطاع البصيرة. وعلشان كده ربنا قال على الناس الأسوياء اللي عنده سلامة بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ودي الحاجة اللي اوعى تعملها، دايما خليك عندك بصيرة على نفسك وإن ألقى معاذيره، حتى لو بتقول للناس يا جماعة أنا عملت كده عشان كذا كذا كذا، أنا عارف إن أنا غلطان، أنا جوه نفسي عارف خلاص الموضوع منتهي، أنا عملت كذا كذا كذا، أنت عارف. وإذا طلبت من ربنا أن ينور بصيرتك هتبقى عارف، لأنه الحلال بين والحرام بين. خليك عندك بصيرة على أفعالك، خليك عندك بصيرة على نفسك، ومن هنا تأتي سلامة القلب.
اللي أتمنى يا رب إن شاء الله إنه يرزقني أنا بيها ويرزق كل الناس بيها، علشان إذا صح قلبك وسلم قلبك نفذ فيك استثناء ربنا اللي قال فيه إلا من أتى الله بقلب سليم. شكراً، وقابلكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم.